قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثواب عظيم جدا. معقولة تقرأ حرف من المصحف تأخذ عشر حسنات؟ سان يوم القيامة عندما يقف على الميزان، وربما حسنة واحدة تدخل النار، نسأل الله العافية. يعني كونك تقرأ صفحة من كتاب الله تقريبا حوالي 450 حرف، يعني 4500 حسنة، تأخذ منك دقيقة، دقيقة ونص، ليس أكثر من ذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يختمون معظمهم يختم القرآن في أسبوع. والحقيقة الصالحين دائما بيستمتع بتلاوة القرآن الكريم. وأهم حاجة بقى في قراءة القرآن الكريم أنه يحقق في القلب محبة الله عز وجل. الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم سيحب الله عز وجل لا محالة. والأمر الآخر الأجر العظيم، احنا قلنا حرف واحد بس بعشر حسنات، يبقى صفحة من القرآن 4500 حسنة. تلاوة القرآن الكريم بتدبر وتمهل إنها تطهر القلب وتصفيه من الخبائث، لأن الحقيقة القرآن الكريم يعني طهارة القلب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مع التدبر والتفهم والتعمق يطهر القلب من كل الريس ويكون قلبا سليما مع الله عز وجل. والقرآن له شفاعة يوم القيامة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبحان الله. ويأتي أهل القرآن يوم القيامة ويأتي القرآن الكريم يشفع لهم، وتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يعني إيه؟ ما معنى الكلام؟ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن سورة البقرة وآل عمران ستأتي يوم القيامة في شفاعة، تقعد تجادل عن صاحبها وتدافع عنه حتى تدخله الجنة. وأيضا من فوائد قراءة القرآن وحضور الملائكة، كما ورد في الأثر: ما من بيت يتلى فيه القرآن إلا تأتي إليه الملائكة وتهرب الشياطين، وقدوم الملائكة خير وبركة ورحمة. فبتلاوة القرآن الكريم تأتي الملائكة. حتى لو أنت لم يتيسر لك التلاوة، افتح الموبايل أو افتح التلفزيون على القرآن الكريم واسمعه. بعض الناس ما شاء الله لا ينقطع تلاوة القرآن الكريم طوال اليوم كله، وهنا تأتي البركة. يبقى مع تلاوة القرآن الكريم تأتي البركة ويزداد الخير، ففيه البركة والخير والرحمات إن شاء الله. يقال لصاحب القرآن الحافظ القرآن بقى يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقعد يقرأ يسمع ما يحفظ، يرتفع في المنزلة، يبقى أعلى الدرجات في الجنة مع الحفاظ ومع الذين عاشوا مع كلام الله عز وجل. وأفضل أنواع الذكر هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم ذكر، كما قال ربنا عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يعني القرآن الكريم ذكر، بل هو أعلى مقامات الذكر. فطالما أنت تقرأ القرآن فأنت في ذكر وقت الراحة والأمان. والحقيقة ثبت علميا أن الإنسان أثناء تلاوة القرآن الكريم أن المخ بيتفاعل بطريقة جميلة جدا، والخلايا المخية بيكون فيها شيء من الارتياح، وبتؤدي إلى راحة نفسية عجيبة جدا. حتى الإنسان لما يسمع القرآن الكريم لمدة طويلة جدا، فإن الذبذبات الصوتية بتؤثر على المخ تأثير إيجابي جدا. تنتقل هذه الذبذبات من الأذن وتؤثر تأثير رائع جدا على خلايا المخ، وهذا يؤدي إلى برمجة الخلايا وتنشيطها لتصبح أكثر قدرة على التحكم في أجهزة الجسم، وذلك يعطي أوامر للكبد والبنكرياس وبقية أنواع وبقية الأعضاء، وهذا بدوره يزيد جهاز المناعة. وقد صدق ربنا عز وجل حيث قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.